إخوتي الأعزاء، كما ترون تظهر أمامكم جبال الأطلس، إنها شامخة، الأطلس الصغير وما وراءه الأطلس الكبير. يا له من جمال، ما شاء الله الشمس، سبحان الله، لله في خلقه شؤون. سليم ماذا ديال الكافي؟ واسي ابراهيم، ابراهيم انت سكت سكت سكت. انا كنت كندير اوروبا بالريموت يا ودي، مشات الوقت. لا كنت كندير اكادير بيربينيان، اكادير الانجليز، اكادير فرنسا، ولكن ما كانتش لوطوروس، كنت باقي ما حلوش لوطوروس. العاديه كنت كندير امسكرود شيشاوا. لا لا يلا كله والدار بيدينا بلاصه نعين سبع ورانا كاع. انا من واحد البرنوس. البرنوسي انا كنت قريت في البرنوسي. قريت في مختار السوسي. اييه كانت كتقرا معايا واحد البنت كتغني سميتها اسماء المنور. اييه هذيك راه قريت انا وهي 3 سنين كنقرا في نفس القسم. اييه على وانتم مين الدار البيضاء انتم ياك؟ لا انا واحد ستاتو كتقول في الدار البيضاء. انت اخويا ابراهيم؟ انا مجدة. وجدي؟ هاي 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 على وجدة. ولكن ارواح. ارواح ومليح. هذاك مولف بين ساسي. لا 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 والو، هو يدي هذا مولف بين. لا والو لا والو اشرب 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 سارية علينا يا صاحبي كتحنا. انا غنشربوا شاي غادي غنشربوا. ونبلوها لي بسم الله. الله تبارك الله عليك السي ابراهيم. الله يبارك. هذه دابا دكه وجديه زعما. الهوتيل هذا هو الهوتيل اللي يبيس القديم. يبيس دابا سميتو ميا هوتيلز. بتاع الدراري هنايا تبارك الله عليهم، راه زعما ما شاء الله عليهم. ما عندي ما نقولو، صافي غادي نتوكل على الله. دابا ان شاء الله نقول ميم الا بغى الله ان شاء الله ونكملوا الهضره ديالنا. السي سمير السيكيورتي ديالنا، تحيه للناس اللي كيديروا السيكيورتي في المغرب كامل. بارك الله فيك. السلام عليكم. اعانكم الله. الله يعاونك خويا. بارك الله فيك. لا لا تحياتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من مدينة أكادير ونتوجه إلى الجنوب المغربي الجميل. أخوتي أخواتي مرحبا بكم في مدينة أكادير. هذه المدينة أخوتي اللي دوزت فيها تقريبا واحد، يعني كنت نجي نشحن الشاحنة من هنا من أكادير بويوغرا قاعد النواحي، كنت كنجي هنا من شارجي فرنسا ملي كنت سائق شاحنة. الأيام أخوتي كتدوز بسرعة. ها بيتروم، هذه راه كنا كنوقفوا هنايا، هادشي ما كانش هاد الباركيد، هادشي كنا كنتفاتفوا هنايا الكاميونات. لا لا يلا أخوتي الأيام كتبدل. كانت غير هاد بيتروم كنجلسوا فيها وكانت واحدة أخرى. هادشي ما كانش أخوتي، هادشي كلشي جديد، هادشي ما كنعقلش ليا أنا. تا هاد الإقامة هادشي كامل جديد. هنا الفوق كانت خاوية، كانت هادي أقصى نقطة هنا في كنجلسوا كنتسناو يعيطوا لنا باش نمشيو نشارجيو. التوتال تاهي ما كانتش. هاد هوتيل سفر بيجي تا هو ما كانش في ديك الوقت. غير أخوتي المغرب تبارك الله كيتبدل بسرعة. ماشي راك نعاود لكم، انا تقريبا راه عنده شي 14 عام. شو كي ولات الدنيا تبدلت عليا تماما. كان هنا اخوتي وقيله اما مترو ولا ماكرو كنعقل. اخوة اللي كبروا في اكادير كتبوا لي كومونتير واش هادشي انا متبت ولا غير كان، يعني كاين مسائل بزاف جديده هنايا. ولكن داكشي تبارك الله غادي في الاحسن، ما نقدرش نقول.
ليفراجون ديال ايفيكو. ها افريقيا تاد افريقيا كنا كنوقفوا فيها بزاف هنايا. ها باقا في القهوة ديالها وداكشي. هادشي حتى هي كنظن لهم خت شغلت كانت في واحد الريستورون هنايا راه كيبان ليا بحال كيبدلوا ويغيروا والله اعلم. دابا هادشي اللي كنقول لكم انا عاقل عليه. هنا في كان داك مترو في هاد المحل هذا في هاد المكان اللي كان قال لي هنا كان ما شاء الله شي تبرك الغاديو كي مزيان. كانت هاد البيريفيريك هادي قديمه هنايا كنعقل عليها ولكن ما كانش البني راه بنوها كديك الوقت فاش داروا هاد البيريفيريك هادي كانت يعني في الاقصى قمه يعني في اخر ما كاينش البني من هاد الجهه ولكن الحمد لله راه غاد البلاد كتزدهر. كان واحد السوق هو باقي هنايا كانوا كيديروا فيه شي طويجنات اخوتي ما شاء الله ديك الوقت اللهم بارك غيكونوا باقيين كيديروا فيه داكشي الطويجين راه واكلين الله يبارك داكشي اللي قسم الله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وي بخير. بخير لاباس الصحه. هاني بخير. ما لقاش عندك شي ساروت سيبو 19 كبير؟ لا هيك فين نقدر نلقى غير السوارت كبار؟ السوارت كبار دابا يتملو لوك يعني ولا سي السونتر هنا في سيدي بي ما عرفتش غتلقاهم على هذيك الساحه في سيدي بي. نجرب هذا واحد الدقيقه. اي جرب هذا. أدخل أجل شو قد قد هو هذا ما إلا هو هذاك سيبو 19 عندك شي شي بولون ديالو شي بولون كاين شي حاجة ديري شي حاجة باش تحكمو. إيه باش تحكمو دير لي شي زميلو باش تحكمو تهديدة قد قد صافي مخير ولكن لا بدا دير لي شي سودو خصني ستي شي واحد السودي شحال خويا شحال هذاك وعندها دراهم 4 دراهم. هذه دابا فكرة هذه. ياك. إي فكرة هذه دابا راه. سيرو تيخدم حتى سيرو. سيرو. الله يحفظك خويا العزيز اللي لي خطك. بارك الله فيك شكرا. مرحبا. الله يسر الأمور. يا ربي. تبارك الله عليك. أعانك الله خويا. كان ناقصني أخوتي هذاك الساروت صافي حنا في كينالو توا كينالو المشكل ديالو. يلا نكملوا الرحلة ديالنا. نودع مدينة أكادير ومدينة زكال مع بعضياتهم وحنا غاديين في اتجاه باقي لنا جوج سوايع و 42 دقيقة إلى مدينة قلمين. يلا نكملوا الرحلة ديالنا ونهضروا إن شاء الله من نهضروا من الكتاب إن شاء الله. راني باقي ما شربت لا قهوة ما شربت أتاي ما فطرت ما والو من الكتاب إن شاء الله يكون خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاباس بخير عليك هاني شي بخير الله يكبر بك نهار سيدي. السلام عليكم اش هاد التربيه ولينا نسلموا على واحد السلام عليكم ربي معاك اللي فرحك الله يبارك فيك نهار سيدي بارك الله فيك. السلام عليكم خويا بخير لاباس عليك كاين شي فطور خويا ولا خوتي انا قفر القهوه نشربوا نفطروا شويه نكملوا الرحله ديالنا حيت هي دابا بدا الطاقه كتنزل خصنا ندير ناكلوا شي حاجه ضروري. الاخ قال لك عنده فطور بلدي عنده بيضات هاكم قليين غنقضوا بهم ونتوكلوا على الله. يلا تبارك الله عليكم دابا نوريكم الفطور ونوريكم الثمن ديالو
تشوفوا بلادنا تبارك الله شحال رخيص، خصك تكون كتعرف تعيش وصافي. هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم. هنا كاين في المغرب كاين بلاصه لكلشي، الفقير الغني الملياردير اللي عنده 20 درهم كلشي كيديبان. غير خصهم ينقصونا شويه في الليسانس وتهلاو فينا في الخضره، هذوك المسائل ما خصهمش يتوشاو، هادو لان ضروريه. القايله ديال البيض يلا خلنا ناكلها محدة سخونة قبل ما تبرد، الحال بارد. شوف الحمد لله فطرنا، كلينا واحد الاومليط هذا السيد تبارك الله عليه بالزيتون والحار والحامض، فيها كلشي منوعة. ولكن دابا كاين هنا واحد العاصفة ترابية هنايا ما كيبان والو، تنقصت شوية راني كنت قاس تكسب عليكم ولا لا، راه كاين البرد دابا هكا كيضرب فيا من الجن، كتكون الريح تضرب. حنا كنسموها العجاج، العجاج سبحان الله اسماء رائعة، العجاج. سيدي تيزنيت وار بويريك بويريك، هنايا خوتي الريح نيت ديال بصح كاين بعض القطرات ديال الشتا مغيسة غيس، الريح فيها التراب واش كتبان لكم ولا لا الله أعلم. نسأل الله العافية خوتي، كما انتم بحال الضبابة كتبان قوية. لكن الطريق جميلة إلى الجنوب، مدينة تيزنيت. مرحبا بكم في هذه المدينة الجميلة، مدينة تيزنيت. الدخلة ديالها كتشبه لها مدينة غردايه في الجزائر، الدخلة هكا جاتني هذيك المدينة دابا في سميتو في البال ديالي، كاين واحد شويه تشابه. مرحبا بكم في مدينة تيزنيت، هي تيزنيت شوية زايدة شوية يعني ما شاء الله، اللهم بارك. سيتي إيفني هوتيل إيدو تيزنيت، طيب ما شاء الله انتم.
20 كيلومتر ان شاء الله على مدينه كولمين بهذه الصحراء. هذه عندها بالنسبه لي واحد التذاكر كرام الخير مع الوالد المرحوم. كنمشي هنا كنشوف كولمين في الكار كتخوفني لان كتجيني عاليه، كاين داك سميتو داك الزيكزاك كطلع فوق يقدر يكون كيبان لكم. هما الكاميرا طالعين من الهيف ديال صباي فما كيبانش لكم، انا عارف هادشي كيبان عيا. لايون 593 طنطان 202 تبارك الله. المناظر الخلابة يا اخواتي، تيشكا ديال باب الصحراء. تيشكا راهو في غادي، راهو على الجهة الاخرى، راهو مباراة للطريق. كاملين جايين على في شحط، خرجنا من الفيراج. على منطر كدير اخوتي، ما شاء الله ما شاء الله، شي جميل جدا. الجبال تكون نهاية ديال جبال الأطلس يعني غربا، يعني كنظن الله أعلم الناس اللي كيفهموا في هادشي ديال الجيولوجيا وداكشي يقولوا لنا واش هادي النهاية ديال جبال الأطلس. لله في خلق شؤون أخوتي، شوف على مناظر كثيرة بحال الحجر محطوط على بعضياته. أخوتي الناس اللي ما كيعرفوش المغاربة الحمد لله كنعرفوا، هادي شجرة أركان، هي هذه الشجره ديال اركان، كتواجد فقط اكسكلوسيفمون في المغرب، يعني شجره مغربيه 100% ما كتقبلش تنوض في شي بلاصه اخرى الا في المغرب. هاد الاشجار كما كتشوفوا فيهم راه هما الاشجار ديال اركان. نقدر نقرب شي وحده نوريكم حتى داك الفروي ديالها اللي كدير، يعني الفاكهه ديالها. وسبحان الله راه ما كتنوضش حتى شي بلاصه في العالم الا في هذه المنطقه هنا، اللي هو اكادير الصويره كفصلت لهنا تحت تيزنيت. شجره مباركه سبحانه كيجي اللي ما كت والزيت ديالها راه معروف عالميا، راه كتلقاهم كيديروا في الشامبان، كيديروا في العديد من هي اخوتي الشجره اللي قلت لكم عليها، هذا هو الفروي ديالها كيتسناو تيكرا كيخرجوا منه الزيت. الحمد لله راه متواجد عندنا هنا كثير في المغرب. واخيرا في مدينة كولمين باب الصحراء. تبدلات بزاف اخوتي هاد المدينة، كنقريها كانت صغيرة، الحمد لله كلشي بدا كيكبر قولي حنا كنكبرو. حنا كنا صغار. فرنساوي يكون شاري شي سينيغالي وغادي بيه للسينيغال. سينيغال السلام عليكم. عرفتو غادي نطلب ليدا. الله يكون في العون. الصراحة خاصنا نديرو شي وقيفة، راه حنا طحنا كولمين في هاديك الوقيفة في أكادير، دابا درنا 100 و 100 و 100 و كدا 93
نديرو شي وقفه بعد 200 ايوا شوش ولا نعدي ستوب شنو اللي عندنا ستوب اش ندير من حقه يدوز اخوتي لكل حق حقه اش نضيعو هادي بحال البيريفيريك ديال كل ميما الطريق اللي حنا غاديين معاه لان السونتر غيكون راه من ليه عندكم فلوس ولا وين؟ صراحة كل المهم كونسيبت اللي دايرين خارج من الزيرو دراهم كنحتاجهم عند الناس مرات حتى نشري الاسطورة بحال هادي كنمشيو نقولوا له عشاء صافي واش كيعطيكم زعما العشاء هو؟ ديبون انا مثلا بحال هذا البارح فاز كمثال شكون هذاك مول كافي ميرا؟ هو باين اوتوستوب زيرو درهم وصلتوا لهنا ولكن ضعافيتوا شوية جيتوا كنتوا عامرين ياك بديت كتضعفوا شوية هكا شوية هكا يلا هكبس تقطعوا العيون يلا ندير معكم مزيان صافي خويا يلا قطعوا العيون تقارجوا مع شي مول الكار يكون دي الزمطو هذاك السيد كان سيكارا نتربوا على العيون العيون الداخل هذيك الساعه اوتوستوب على زين كيفاش ترجعوا شنو الفكره ترجعوا اه نرجعوا ضروري ما عندكم لا قناه في يوتيوب لا والو دايرين والو كاول مره لينا نشوفوا الصخره في اليد مزيان مزيان زوينه تعجبكم وليتوا حاله تكرفستوا ضروري الطريق راه يلا سير الله نتلقاك في العيون ولا شي بلاصه احسن اه نتمنى نتلقاك في العيون ولا شي بلاصه احسن تلقاني غنبات في العيون تبات في العيون تقول حنا نجيبوها العيون صافي ايوا صافي ماشي ميساج بغيت نسولك واحد السؤال دابا بغيت نعرف انايا صحاب هاد الماطر وداك الشيء علاش انا والدري باغيين نهبطوا لتحت باغيين نجربوا شي تجارب جديده مثلا بحال الكواد وصوكوم بحال السكي ديال الرملة سبيربي بغيتي زعما يكونوا هي ديك الدراري فين كيتجمعوا نقدم شي عند شي واحد نقول له هاد الفكرة ديال عندي طموح نركب في هذا يعطيني شي تدويرة بغيتي تدويرة؟ باغي نركب غير نركب ماشي نصور ما كنعرفش نصور بغيت تركب يا ركب بغيت تركب ديك التركيب البوليس كاينين لي اه والبارس كان عندك كاسك ديك تجيو بدوار ماشي مشكل يلا الله يحفظك الله يسر امورك الله يحفظك الله يحفظك خويا تهلاو في ريوسكم وكونوا رجاله الله يعاونكم خوتي داخلة 946 واكشوط 1700 داكار 2238 3141 واكادوغو 3873 وابيجون 4297 هنا بلاصة نمشيو ليها نمشيو ليهم كاملين نزهر لكم ها نمشيو ليهم كاملين علاش لا نمشيو ليهم كاملين مال قراب اش بغي يوقع كاع يلا توكلوا الله يلا نمشيو اليوم كاملين ما نحن بسم الله والى ابيجان ما نحن اش خاسرين يلا بسم الله يلا خوتي يلا توكلوا الله ابيجان اه نسيت ما درتش ليسانس ما درتش اخوتي ليسانس واش في غادي بليسانس يلا نمشيو الفوكادوكو بليسانس ندفعوا لا تشوف لقيت شي محطه نسول الدراري كاين شي محطه القدام ما كتخصني نرجع هنا لكل مين ارجع في الله فرحان غادي الوكادوكو
واكادوغو عندها سميه كتعجبني اخوتي، واكادوغو واكادوغو هذيك راهي العاصمه ديال بوركينا فاسو. واكادوغو فكتي كنت في واكادوغو زوينه فرقعه، عرفتي كتدخل التاريخ من بيبان. من اين انت قادم يا اخي؟ من واكادوغو. الله اكبر. Okay. 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 Okay.